طيب اوكي، نبدأ بقى السكشن بتاع النهاردة. طيب انا هشتغل معاكم بس شوية كده، نص ساعة introduction على حاجة اسمها الكومبلكس اناليسيس، وبعد كده نتكلم، نقعد بقى ندردش شوية كده على الحاجات في الميد تيرم، الدرجات، لو في حد عنده أي أسئلة بخصوص أي حاجة في الحاجات اللي كانت قبل الميد تيرم عموما يعني. تمام، ثانية بس نخلص شوية شرح كده، شوية introduction مهم بس إن احنا نقوله، ده يعني مش هياخد وقت طويل إن شاء الله، وبعد كده بنرجع نتكلم على أي، نرد على أي أسئلة عندكم يعني. طيب الكومبلكس اناليسيس، هو احنا الشغل اللي احنا المفروض ناخده حاجه اسمها فانكشنز اوف كومبلكس فاريبل، دوال لكومبلكس فاريبل. طيب ايه المفروض ناخده دي؟ بس هو انا عاوز اوضح حاجه، هو احنا تقريبا فاضل لنا 4 محاضرات، ال4 محاضرات ليهم فيهم محاضره لدكتور مكرم، علشان هو كان بدأ معاكم حاجه كده قبل الميد تيرم اسمها بيسل فانكشن، لسه ما خلصتش، هو محتاج فيها محاضره كمان، هو اوريدي كان شرح انترودكشن بس فهو محتاج كمان محاضرة يشتغلها، وبعد كده هيدخل دكتور محمود هيشرح عندنا برضو تو توبكس، توبك اسمه نيوميريكال اناليسيس، وتوبك اسمه اللي هو الكومبلكس او الفانكشنز اوف كومبلكس فاريبل. الحقيقة انا لغاية دلوقتي، لغاية لما انا معاكم دلوقتي في السكشن، ما اعرفش مين هيدخل يوم الخميس، وهل دكتور مكرم هيدخل يخلص المحاضرة بتاعته وبعد كده دكتور محمود الأسبوع اللي بعده، ولا دكتور محمود الأول هيدخل يشتغل وبعد كده دكتور مكرم بعديه، لما يعني في الآخر، ما مش عارف. وحتى لو دكتور محمود هو اللي داخل، هل هيشتغل الأول النيوميريكال ولا هيشتغل الكومبلكس؟ برضه مش عارف. فإيه اللي هيحصل؟ أنا الحقيقة ما عنديش أي معلومات، بس في مقابل إن إحنا لو كنا لغينا سكشن النهارده، كنا ممكن يحصل ان الدكاتره تجري في المحاضره ونيجي احنا في اخر اسبوع نتزنق، ويبقى احنا لغينا سكشنين واتزنقنا في الاخر، فقلت ايه، ناخد الانترودكشن ده دلوقتي كده كده يعني، دي مفروض معلومات تكون انت كنت عارفها من قبل كده لما سمعت عن الكومبلكس فاريبل زمان، ايا كان بقى سمعت عنه امتى، او يعني ناخد الانترودكشن ده دلوقتي، بحيث ان احنا ما نجيش بعد قدام شويه ونبقى مزنوقين في معلومات بقى كتيره محتاجين نعرفها. طيب يعني ايه كومبلكس فاريبل؟ بنقول كده ان الزد بنسميها كومبلكس نمبر لو هي محطوطه في واحده من الصورتين دول، اول صوره عندنا اكس بلس اي واي. طيب الاي طبعا كلنا عارفينه، اللي هو اللي هو الايماجينري نمبر، او اللي هو روت اوف ماينس 1، روت نيجاتيف 1. انتوا اخدتوه مثلا في السيركت سميتوه جي، احنا هنا بنسميه اي، مش تفرق التسميه في حاجه، في النهايه هو ايه، روت نيجاتيف 1. طيب بنسمي الزد ده كومبلكس نمبر علشان ظهور الاي اللي هي روت نيجاتيف 1 دي، وبنقول ان السيت اوف اول كومبلكس نمبر بنسميها سي كده، زي الار كده كابيتال اللي هي كانت السيت اوف اول ريال نمبر، السي هي سيت اوف اول كومبلكس نمبر. طيب الاكس والواي دول الاكس بنسميها الريال بارت اوف زد، والواي بنسميها الايماجينري بارت اوف زد، والاكس والواي الاثنين مفروض يكونوا element of R اللي هي set of all real numbers. يبقى ال X نفسها وال Y لوحدها الاتنين real، بس التركيبة اللي محطوطة في صورة X plus I Y هي دي ايه اللي بنسميها complex number. تمام، الصورة دي لل complex number بنسميها rectangular فور، بنسميها ريكتانجولر فور. طيب ايه فايدتها، ايه فايده او ازاي بنتعامل معاها؟ تعالوا نبص كده على كام مثال سهلين قوي للريكتانجولر فور. لو انا جيت قلت لك مثلا اكزامبل 1، عندي
زد 1 بتساوي 2 بلس 3 اي، وزد 2 بتساوي مثلا 3 ناقص 4 اي، وعايز اجيب زد 1 بلس زد 2 او زد 1 ماينس زد 2 او زد 1 تايمز زد 2 او زد 1 اوفر زد 2. طيب الريكتانجلر الميزه بتاعتها الحقيقه في الجمع والطرح، ان الجمع والطرح بتاعها سهلين قوي. لما نيجي نجمع اتنين كومبلكس نمبر في الصور ريكتانجلر، ده معناها ان انا هجمع الريال على الريال والإيماجنري على الإيماجنري، فيطلع ان الجمع سهل قوي، 5 ناقص 1 اي. نفس الكلام لو هطرح، يبقى هطرح الريال من الريال والإيماجنري من الإيماجنري، فهيبقى ناقص 1 زائد 7. فالجمع والطرح في ريكتانجلر فورم سهل قوي. المشكلة الحقيقة بتكون في الضرب والقسمة. لما نيجي نعمل الضرب بتاع ريكتانجلر فورم، هنلاقي ان احنا محتاجين بس نفكر فيها شوية. احنا هدفنا ان في النهاية يطلع لنا كومبلكس نمبر، فاحنا عارفين اكيد ان هيطلع لي جزء ريال زائد جزء imaginary. طيب الريال بارت هيجي منين؟ هيجي من يا اما ريال في ريال، يعني الاتنين في التلاتة تبقى 6 زائد، او يجي من imaginary في imaginary. فاللي هو ليه imaginary في imaginary؟ لان الاي في الاي تبقى اي سكويرد، اللي هي جذر ناقص واحد سكوير، فتبقى بناقص واحد، فيختفي الاي لما نعمل الاي سكويرد. طيب فعشان كده برضو بتبقى الريال بيجي من imaginary في imaginary، تبقى 3 في ناقص 4 تبقى المفروض ناقص 12 اي سكويرد، فتبقى زائد 12. ده الجزء الريال. طيب الايماجينري بارت طبعا هيجي يا اما من imaginary في ريال يا اما من ريال في imaginary، فتبقى 9 وناقص 8، يطلع ان الكلام ده 18 بلس اي. طيب الديفيجن بقى لو عاوزين نقسمهم على بعض، دي الحقيقة الحاجة الصعبة، ان احنا نيجي نقسم رقمين كومبلكس على بعض، لان في الكومبلكس مفيش ديفيجن، مفيش حاجة اسمها ان انا اعرف اقسم رقمين كومبلكس. طب ما نتحايل على الحكاية دي ازاي؟ بنقول انا مشكلتي ان انا عندي كومبلكس تحت في المقام، فانا عاوز اتخلص من الكومبلكس اللي في المقام ده. اتخلص منه ازاي؟ بضربه في الكونجكت بتاعه، المرافق بتاعه. المرافق بتاع الرقم الكومبلكس هو ان انا اغير الاشاره بتاعه الجزء الايماجينري، فيبقى انا الكومبلكس الايماجين الكونجكت دلوقتي او المرافق هيبقى ايه؟ 3 زائد 4 اي. طبعا عشان ما اغيرش حاجه، نفس الضرب اللي انا عملته تحت اضربه فوق تاني بالصوره دي. طيب ده هيساوي، لما نيجي نبص على المقام دلوقتي هتلاقي دي كأنها A minus B في A plus B، كأنه مفكوك الفرق ما بين مربعين، فلما تضربهم في بعض يبقى الأول تربيع، هي الثلاثة تربيع، ناقص الثاني تربيع. طيب إيه اللي استفدناه لما ضربنا في المرافق؟ لما تيجي تبص كده تحت هيبقى 9 ناقص 16 اي سكويرد، اللي هي ايه؟ بناقص 1، فتبقى زائد 16، ويبقى في المقام ما بقاش فيه كومبلكس. يبقى انا استفدت من ان انا ضربت في الكونجكت ان انا شلت الكومبلكس اللي في المقام، الكونجكت بتاع المقام لما اضرب فيه شلت الكومبلكس اللي في المقام، وبالتالي ما بقتش بقسم على كومبلكس. يبقى حلينا مشكله ان انا ما بعرفش اقسم على الكومبلكس. طبعا لسه فاضل البسط، برضو البسط هنا حاصل ضرب 2 كومبلكس نمبر، فهيبقى برضو الريال بارت هو ريال في ريال زائد imaginary في imaginary، هنا هيبقى ناقص 12، والimaginary بارت ريال في imaginary وimaginary في ريال، فهيطلع ناقص 6 زائد 17 اي، فيبقى الرقم الكومبلكس بتاعنا هنا ناقص 6 على 25 زائد 17 على 25 اي. طيب ناخد بالنا من حاجتين مهمين. لو انا قلت لك ان الرقم الكومبلكس بتاعي اي ناقص 1، يبقى مين المرافق او الكونجكت بتاعه؟ حد يجاوب.
ماينس اي ماينس 1. ماينس اي ماينس 1 ده الصح، مش اي بلس 1. في ناس بتتعود ان المرافق هو ان انا اغير الاشاره اللي في النص، لا الصح الكونجكت المظبوط 100% ان انا اغير الاشاره بتاعت الجزء الايماجينري، سواء الايماجينري ده كان في الاول كان في الاخر، هو ده اللي يتغير اشارته، مش اغير الاشاره اللي في النص وخلاص. فلازم الناس تاخد بالها من النقطه دي، ان الكونجكت الصح هو ان انا اغير الاشاره بتاعت الايماجينري بورت، تمام؟ فيبقى ده الكونجكت بتاعنا. طيب النوت الثانيه، السؤال التقليدي جدا اللي بنتساله لما نبتدي نشرح الانترودكشن البسيط ده، هو يا باشمهندس هو ايه الدوشه اللي انت عاملها دي، عمال تضرب وتجمع كومبلكس نمبر؟ طب ما هو الكالكليتور اللي معانا بيعمل كل الكلام ده. معاك حق، بس هو الحقيقه الكالكليتور مش هيعرف يعمل الكلام ده لو كان دول variables، يعني مش الزد واحد والزد اتنين، اتنين وتلاته، لا احنا اصلا الدراسه بتاعتنا او الشابتر بتاعنا ده او الجزء اسمه function of complex variable، فده معناه ان احنا هيبقى عندنا مثلا f of z بتساوي x squared زائد y squared في i مثلا، فهي variable في صورة complex، بس هو variables ال f بتاعتنا او ال functions بتاعتنا فيها variable، وبالتالي لما انا اجي اجمع اتنين functions على بعض او اضربهم او ايا كان الحاجة اللي هتبقى مطلوبة، مش هيبقى سهل ان انا اعمل كده بالكالكوليتور. فعشان كده انا بعودك ان انت، او يعني الانترودكشن هدفها ان انت تبقى فاهم بتعمل الحاجات دي ازاي بايديك، علشان لما تبقى الحاجات دي مش ارقام تبقى فاريبلز تقدر تعملها برضو بايديك، لان ساعتها الكالكليتور مش هيفيدك في الكلام. الخطوه دي، الخطوات اللي انا عملتها دي، لو فعلا جت لنا خطوه في مساله ان انا عاوز اضرب اتنين كومبلكس نمبر في بعض، يعني فعلا في جزء مثلا مساله وجت لي ان انا عاوز اضرب القوسين دول في بعض، ما عندناش مشكلة إن أنت تعملها بكالكليتور، محدش قال إن أنت لازم تعملها بالتفصيل. هي المشكلة لما تيجي فاريبل، هتضطر غصب عنك ما تقدرش تستخدم الكالكليتور، فهتضطر إن أنت تعملها بالإيه؟ بالتفصيل اللي إحنا عملناه دلوقتي. ماشي؟ فهي دي عشان كده أنا بعودك عليها بس دلوقتي إزاي تتعامل مع الكومبلكس نمبر. طيب، إحنا قلنا في الأول إن إحنا عندنا صورتين للكومبلكس نمبر، صورة منها اللي هي الريكتانجلر فورم واللي إحنا إتكلمنا عنها وفصصناها واستخدمناها دلوقتي. في صورة بقى تانية اسمها البولر فورم. طيب قبل ما نتكلم عنها، لو في حد عنده سؤال يتفضل يسأل دلوقتي. ها؟ طيب. اوكي، البولر فورم الشكل بتاعها بيكون في الصورة دي R E power I theta، دي البولر فورم للكومبلكس نمبر. البولر فورم دي شبه انتوا لما اشتغلتوا في السيركتس، انتوا اخدتوا اي سي في السيركت صح؟ alternating current صح؟ اخدتوا الاي سي؟ حد يقول او لا؟ عشان بس انتوا اللائحه الجديده فمش عارف ترتيب المواد، فكانوا دايما في اللائحه القديمه بناخدها في سنه اولى، فعشان كده كنت بس بتاكد. الشكل ده انتوا شفتوه في الاي سي، بس كنتوا بتكتبوه كده، كنتوا بتكتبوها ار وبتكتبوا ثيتا كده صح كده؟ شفتوا الشكل ده؟ تمام. بس احنا هنا بقى في الكومبلكس في الدراسه بتاعتنا هنكتبها في الصوره دي عشان نعرف نتعامل مع الثيتا كانها في الاكسبوننشال والكلام ده، يبقى فانكشن نعرف نعمل له تربيع او نعمل له نضربهم في بعض نجمعهم او ايا كان. فالشكل ده طبعا صح، بس مش هو ده اللي احنا هنستخدمه، احنا هنستخدم الشكل ده. طيب ده اللي احنا برضو بنسميها البولر فورم للكومبلكس نمبر. البولر فورم برضو نشرح كده، الترم ده اسمه الار، هي بنسميها كده مودولس زد، او اللي هي الابسوليوت فاليو بتاع الزد، او اللي احنا بنسميها الارجمنت اوف زد او بنسميها ماجنيتيود اوف زد. والشرط عليها ان الار لازم تكون بوزيتيف اكبر من او بتساوي الزيرو، ما ينفعش الار تبقى بنيجاتيف ابدا لان هي ماجنيتيود وبالتالي ما ينفعش تكون نيجاتيف. طيب الثيتا بنسميها الارجمنت
of Z ماشي، والبرنسبل فاليو بتاعها الفاليو الرئيسي ليها اللي احنا لو هو طلب كلمة principal value of complex number يبقى لازم الثيتا بتاعتنا تبقى ما بين negative باي وباي. طبعا احنا متعودين ان الثيتا تبقى من 0 ل 2 باي، بس هو الحقيقة في الكومبلكس اناليسز في اثباتات كتير بتعتمد ان الثيتا بتكون ايه، ان موديل الثيتا يكون اقل من او بيساوي باي، فعلشان كده بنحط دايما الانترفل بتاع الثيتا من ناقص باي لباي، هو هو من 0 ل 2 باي، بس هي احنا بس غيرنا البداية والنهاية بقت من ناقص 180 ل 180، فهو برضو واخد البلين كله بس التسمية بس هي اللي مختلفة. يعني كأن مثلا الزاوية اللي هي هنا كده مثلا اللي هي 30 او اللي هي باي على 6، كنا احنا زمان لما نيجي نسمي الزاوية في الجزء الرابع في الربع الرابع كنا بنقول يا اما هي نيجاتيف ثيتا او نسميها 2 باي ماينس ثيتا، الاثنين صح، بس في حالة الكومبلكس هو بيقول لا انا مش عاوز اشتغل كده، انا هشتغل كده، الاثنين ليهم نفس المعنى بس هو بيشتغل بايه، باللي هو نيجاتيف ثيتا ماشي. فبس ده كده الايه الفرق او الفكره في الثيتا بالصوره دي. وبنلجا لهنا لما يجي يقول لي كده ان هو عاوز principal value of z، يبقى ساعتها الثيتا بتاعته لازم تكون ما بين القيمتين دول. لو ما قالش principal value فممكن الثيتا نحطها اي حاجه ما تفرقش معانا. طيب برضو تعال نشوف مثالين كده على الكومبلكس على البولر فور. لو انا عندي مثلا زد 3 بتساوي 3 e power i باي على الاربعة، وزد 4 بتساوي 5 e power i باي على التلاتة. طيب برضو انا عندي ايه فايدة البولر فور؟ خلينا نقول برضو لو انا عاوز اضرب زد 3 في زد 4، عايز اقسم زد 3 على زد 4، عايز اجمع زد 3 زائد زد 4 او اطرحهم من بعض. طيب هنعمل ايه؟ طبعا في حالة الضرب الميزة بتاعة البولر فورم ان انت لما هتيجي تضرب الرقمين دول في بعض هتلاقي الموضوع سهل قوي، الار تضرب في الار والثيتا هي في الباور بتاعة الاي، لما نيجي نضرب اي في اي يبقى بجمع الباور على بعض فتلاقي ان الثيتا بتتجمع على الثيتا، فتلاقي ان الضرب برضو سهل قوي، 15 اي باور اي 7 باي على على 12. طيب ولو عايز اقسم برضو هتلاقي الار على الار والثيتا ناقص الثيتا، فبرضو القسمة سهلة قوي بتيجي بسرعة في خطوة واحدة. طيب لما يجي بقى للضرب والقسمة ان انا سوري للجمع والطرح الاقي الموضوع صعب شوية، لان انا ازاي هجمع او اطرح ايهات مضروبة في بعض او اي يعني اي باور كذا زائد اي باور كذا، ازاي نعرف نعمل الجمع والطرح ده؟ الحقيقة ما اقدرش اعمل جمع وطرح للبولر فورم، ما نعرفش نعمل الحكاية دي، ما اقدرش اجمع او اطرح بولر فور. البولر فور مفيش طريقه ان احنا نجمعهم على بعض، يعني احنا شفنا في الريكتانجلر ان الجمع والطرح بتاعها سهل، الضرب والقسم صعب شويه بس برضو نقدر نعمله في الريكتانجلر. طيب في البولر فور الضرب والقسم سهلين لكن الجمع والطرح مستحيل نعملهم هما بالبولر فور. طيب نعمل ايه بقى، ايه الحل بتاعنا؟ نحاول نحول البولر فورم دي لريكتانجولر فور عشان نعرف نجمعهم ونطرحهم. طيب ازاي بقى نعمل التحويل ده؟ يبقى دي النقطة التالتة، ان احنا ازاي نحول من الفورم اللي اسمها ريكتانجولر لبولر او من بولر لريكتانجولر. تعالوا نبص كده، ده كده كانت الريكتانجولر فورم، دي كده البولر فورم. التحويل بتاعهم كله لو احنا فهمنا الجراف ده ان الكومبلكس نمبر كأن المحاور بتاعتي اللي هي الاكس والواي بتاعتنا دي، ولما نيجي نقول ان انا عندي زد اللي هي اكس بلس اي واي، المحور ده دايما بنقول عليه اي واي علشان يبقى اي نقطة هنا
الاحداثيات بتاعتها اكس واي واي، او اللي هي زد يعني بتساوي اكس بلس اي واي. وبالتالي الاكس هي المسافة دي والواي هي الارتفاع ده. طيب ده الاكس والواي، طب فين الار والثيتا؟ الار هو الماجنيتيود او هو البعد عن الار اللي انتم متعودين عليها في البولر السنة اللي فاتت في ماس 2 لما كنا بناخد البولر كوردينتس. الار هو البعد عن الاوريجن، وبالتالي المسافة دي كده هي الار والثيتا هي الزاوية دي. طيب ايه اللي انا استفدته من الترينج اللي احنا رسمناه ده؟ ان واضح كده ان الاكس هي بتساوي ار كوزين ثيتا والواي بتساوي ار ساين ثيتا. يبقى ده كده لو انا عندي ار وثيتا وعاوز اجيب اكس وواي. طب لو العكس، لو انا عندي اكس وواي وعاوز اجيب ار وثيتا، الار هي جذر اكس سكويرد بلس واي سكويرد روت اكس سكويرد بلس واي سكويرد، والثيتا هي تان انفرس واي على اكس. فبرضو ده كده لو انا عندي الاكس والواي يعني اللي هي ريكتانجولر وعاوز احولها ايه لبولر، فتبقى بالشكل ده. طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده على المسألة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان احنا عاوزين زد 3 وزد 4 اللي هم في الصورة دي عاوزين نجمعهم او نطرحهم. فهنعمل ايه بقى؟ تعالى نشوف مثلا زد 3 هي 3 اي باور اي باي على الاربعة. انا مش عارف اجمعها واطرحها عشان هي بولر، فاضطر احولها لريكتانجلر فور. دي كده انا معايا الار والثيتا، الار اللي هي ب3 والثيتا اللي هي بباي على الاربعة، وبالتالي انا عاوز اجيب الاكس، فاقول له الاكس هي ار كوزين ثيتا، فتبقى 3 في كوزين باي على الاربعة اللي هي 1 على جذر 2 تبقى 3 على جذر 2، والواي هي ار ساين ثيتا فبرضه تبقى 3 على جذر 2. يبقى في الحالة دي زد 3 هي 3 على جذر 2 زائد اي في 3 على جذر 2، ايا كان تكتبها ازاي، المهم ان هي اتكتبت في البولر 4. نفس الكلام تاني، زد 4 اللي هي 5 اي باور اي باي على 3، يبقى لو عاوز الاكس بتاعتها هتبقى ار كوزين ثيتا، فتطلع كوزين 60 دي بهاف فتبقى 5 على 2، و واي 4 اللي هو 5 ساين ثيتا ار ساين ثيتا فتبقى 5 جذر 3 على 2. يبقى زد 4 بتساوي 5 على 2 زائد 5 جذر 3 على 2. بعد كده بقى تقدر ان انت تجمع زد 4 وزد 3 على بعض بسهولة او تطرحهم من بعض بسهولة، انت حولتهم ريكتانجلر 4. يبقى نوت مهمة قوي ان البولر 4 ما ينفعش نجمعهم ونطرحهم. الكلام ده مهم على حسب طبعا احنا هنشتغل قد ايه في الكومبلكس عشان الوقت مش طويل ده، بس يعني احتمال نيجي في مسألة ويبقى نلاقي ان احنا عندنا functions مكتوبين في البولر فورم بتاعتهم وعاوزين نجمعهم functions مش ارقام زي اللي مكتوبة دي، فبالتالي بيكون اول خطوة ان انا احولهم من بولر لريكتانجلر قبل ما ان انا اجمعهم او اطرحهم. برضو على فكرة الكالكليتور انت تقدر تدخله الشكل ده ويجيب لك الريكتانجلر فورم بتاعه، بس هو بشرط ان الشكل ده كله ارقام، لو في اي variable هنا مش هيقدر يحول من بولر لريكتانجلر. اوكي، فيبقى ده ايه ازاي نحول من البولر فورم لريكتانجلر فورم. طيب تعالوا ناخد اخر بقى فكره عندنا اللي هو ايه العكس بقى، ازاي احول من ريكتانجلر لبولر. يبقى انا في كل الامثله اللي عندي اللي جايه دلوقتي انا عاوز احول من ريكتانجلر لبولر، لان هي دي الحاجه الاصعب الحقيقه بالنسبه لي او بالنسبه لكم يعني. ده اكزامبل 3. تعالوا كده نجرب مع بعض. زد بتساوي 1، يعني فكروا كده وكل واحد يعني اديلكوا بقى كل واحد يجاوب، يعني زد بتساوي اي، زد بتساوي خلينا الاول كده ناقص 1،
طيب زد بتساوي واحد، دي ممكن حد يجاوب معايا كده بسرعة؟ هتبقى واحد. طيب بالراحة، أول حاجة هي الواحد دي بولر ولا ريكتانجلر؟ ريكتانجلر او بولر؟ ريكتانجلر. هي ريكتانجلر. الحقيقة تنفع الاتنين، لأن أنا ممكن أعتبرها واحد بلس أي زيرو أو واحد إي باور أي زيرو، صح كده؟ ايوه فيبقى هي تنفع كده وتنفع كده ومفيش فرق ما بينهم، وبالتالي لو انت اعتبرتها ريكتانجلر يبقى هو ده البولر فورم بتاع التحويله بتاعتها، لو انت اعتبرتها بولر يبقى هي دي الريكتانجلر بتاعها، فهي اصلا مش محتاج تحويل. خليك انت برضو معايا. طيب الناقص واحد، هتبقى اي باور اي باي. تمام، احنا ممكن نعتبرها ريكتانجلر ان هي ناقص واحد بلس اي زيرو، بس هل ممكن نعتبرها ان هي بولر في الشكل ده؟ لا، لا. ليه بقى؟ عشان الكيرف اللي كان مرسوم فوق باين قول فيه تاني ان معلش. اللي هو العلاقة ما بين الارات او السيتا اللي كانت مرسومة فوق في الكيرف ذات ايوه، نفسه، اللي هو ايه بقى؟ النيجاتيف ماجنتيود. اكس اي، النيجاتيف اكس دي هتبقى في على الاكس ناحية الشمال، فالزاوية هتبقى باي. طيب هو الرد الصح ان احنا لسه قايلين من شويه ان الار لازم تكون بوزيتيف. الصورة اللي أنا كاتبها دلوقتي دي الآر بتاعتها بالنيجاتيف دي ما تنفعش، البولار فورم الآر طول عمرها بوزيتيف، فبالتالي دي عمرها ما هتكون بولار فورم، فدي ريكتانجلر. طب إزاي نحولها للبولر؟ هنقول بقى إن أنا عندي الإكس بناقص واحد، الواي بزيرو، يبقى الآر اللي هي بتساوي جذر إكس تربيع زائد واي تربيع، فتطلع إن الآر بواحد. طب والثيتا اللي هي tan minus 1 y على x، فدي هتطلع tan الثيتا، تطلع tan minus 1 ناقص 1 على 0. طيب tan minus 1 ناقص 1 على 0 دي هتيجي ازاي؟ لان انت طبعا مش هتعرف على ال سوري 0 على ناقص 1، 0 على ناقص 1 مش هتعرف على كالكيتو، هتبقى هتقول tan minus 1 0 فكالكيتو هيطلع لك صفر. طيب ازاي اجيبها يعني بطريقه سهله؟ الحقيقه هي من الرسمه زي ما زميلكو قال دلوقتي، انت لو رحت رسمت هتلاقي ان الاكس ناقص واحد بناقص واحد دي نقطه هنا اهي، فالزد بتاعنا ان الاكس بتاعته بناقص واحد والواي بتاعه بصفر، هي النقطه دي، النقطه اللي هي على الاكس اكسس بس الناحيه الشمال. طيب النقطه دي الار بتاعتها بقد ايه؟ هي المسافه لغايه الاوريجين اللي هي بواحد. طب والثيتا؟ هي كل الانجل دي اللي هي بايه؟ بباي. فيبقى في الحاله دي الثيتا بتاعتنا هنا هتساوي باي بالشكل ده، فبالتالي يبقى البولر فورم هي ار اي باور اي باي. طيب حد سأل في حاجه دلوقتي؟ لا لا، انا كنت بقول لحضرتك على اللي هو الزيرو اوفر نيجاتيف 1 بس. طيب تمام. طيب تاني كده علشان الناس ما تتوهش، لو انا عاوز للزد دي اجيب الار والثيتا عشان احولها بولر، هقول ان الار هي الاكس تربيع زائد الواي تربيع كل ده تحت الجذر، فدي هتطلع باتنين. طيب والثيتا هي تان ماينس 1 جذر 3 على 1. طيب تان ماينس 1 جذر 3 على 1، ايه الزاويه اللي التان بتاعها بجذر 3؟ هتطلع اللي هي باي على 6 باي على 3. يبقى انا عرفت الار والثيتا، يبقى البولر فورم بتاعتي هي 2 اي باور اي باي على 3. ماشي. طيب لو انا عاوز 1 ناقص جذر 3 اي، هقول برضو الار هي الاكس تربيع زائد الواي تربيع، فتطلع برضو 2. الثيتا هي تان ماينس 1 جذر 3 ناقص جذر 3 على 1. طيب ناقص جذر 3 على 1 دي، خلي بالك لما انت هتيجي تكتب على الكالكليتور هتكتب له tan minus 1 ناقص جذر 3، هو هنا هيدي لك قيمتين، يا اما القيمه اللي موجوده قيمه يعني من الاثنين، يا اما القيمه اللي موجوده في الربع الثاني عشان التان فيها نيجاتيف، او القيمه اللي موجوده في الربع الرابع لان التان هناك برضه نيجاتيف. طب انهي واحده فيهم صح؟ نعرفها ازاي؟ الرابع. نشوف احنا في انهي ربع قبل اصلا ما نطلع الثيتا بتاعتنا. الزد
الاكس بتاعتها موجبة والواي هي اللي سالبة، يبقى انا المفروض فين؟ في الربع الرابع. الاكس موجب والواي بالسالب، يبقى انا المفروض في الربع الرابع. يبقى انا مش محتاج الكالكوليتور هنا، بما ان الثيتا انا عارف ان تان ماينس كون جذر 3 اهو بباي على 3، ده احنا عارفينه اهو. يبقى لو الثيتا، لو الشكل ده هي نفس الفاليو بس في الربع الرابع، فبنكتبها ايه؟ نيجاتيف ثيتا، فتتكتب بالشكل ده. تاني لو في المسألة اللي بعديها هتلاقي برضو الار هتطلع باتنين، والثيتا برضو هتطلع تان ماينس 1 جذر 3 على ناقص 1، اللي هي برضو تان ماينس 1 ناقص جذر 3. فبرضو نفس المشكلة، هي في أنهي ربع؟ فأروح كده أشوف أنا عندي هنا الأكس ناقص 1 والواي جذر 3 موجبة، يعني يبقى الثيتا بتاعتي في الربع التاني. في الربع التاني كده بنسمي الثيتا إيه؟ باي ماينس الثيتا اللي في الربع الأول، فتبقى اسمها باي ماينس باي على 3، اللي هي تطلع إيه؟ 2 باي على 3. يبقى البولر فورم هنا هي 2 اي باور اي 2 باي على 3. يبقى ده الشكل الصح للبولر فورم، ده الشكل الصح للبولر فورم هنا. ناخد بالنا ان الكالكوليتور مش هيفيدك قوي في المسألة من النوع ده، عشان هو هيشوف الحاجتين دول زي بعض، تان ماينس 1 ناقص جذر 3 هنا وهنا، بالنسبه له هي تان ماينس 1 ناقص جذر 3، مش فارق الناقص كان فوق ولا تحت. فهو انت اللي لازم تحدد انت في انهي ربع علشان تقدر تحط الشكل الصح للزاويه بتاعتك. طيب الزد اللي بعد كده برضو الار بتاعتها باتنين، لكن الثيتا تان ماينس 1 ناقص جذر 3 على ناقص 1. طبعا ما فاضلش غير ان دي فين؟ في الربع الرابع الثالث سوري، اللي هي الاكس فيها سالبه والواي سالبه، ماشي. بالتالي الثيتا هنا هنكتبها، حد فاكر الزاويه في الربع الثالث بنكتبها ازاي؟ باي بلس ثيتا. باي بلس ثيتا، ماشي كلامك صح لغايه دلوقتي، بس دلوقتي الفاليو ده اكبر ولا اقل من الباي؟ كده هيبقى اكبر، واحنا اتفقنا ان الثيتا المفروض تبقى ما بين ناقص باي لباي، صح كده؟ تمام. فهنعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ بدل ما نقول باي زائد ثيتا نقول ان هي ناقص باي زائد ثيتا، فساعتها هنا تبقى هي ايه؟ تبقى اكبر من ناقص باي، بس هي لسه اقل من الباي نفسها. طيب دي تفرق في ايه؟ ولا حاجه، لان احنا المفروض عارفين ان الزاويه اللي اسمها باي هي بالظبط الزاويه اللي اسمها ناقص باي 180، هي ناقص 180، فمش فارقه حاجه. بس لو انا قلتها باي زائد كذا بقت اكبر من الباي، لكن لو انا قلتها ناقص باي زائد كذا بقت اقل من بقت اكبر من الناقص باي ولسه اقل من الباي. فعشان كده بس لو جينا هنا وقال لي هات لي البرنسبل فاليو، يبقى لما احط الثيتا احطها ايه؟ نيجاتيف باي بلس ثيتا، ده في حاله ان احنا في الربع الرابع. يبقى بس ثانية واحدة هقولها بس كده على طول. يبقى في الربع الثيتا، لو في الربع الأول ثيتا، في الربع الثاني باي ماينس ثيتا، دي ما فيهاش خلاف. طيب في الربع الرابع هتبقى نيجاتيف ثيتا فقط، مش 2 باي ماينس ثيتا، مش هنستخدم دي. وفي الربع الثالث هتبقى نيجاتيف باي بلس ثيتا، مش هنستخدم باي بلس ثيتا في الحالة الكومبلكس. مش عشان هي غلط، لا، علشان في حاجة عندنا كده اسمها principal value of z. principal value ده بيحتاج ان الثيتا دايما تكون الشرط بتاعها ان هي ما بين النيجاتيف باي لغاية الباي، مش زي ما متعودين زمان من 0 ل 2 باي. اتفضل يا باشمهندس اسأل. مش ممكن عادي اعملها باي بلس ثيتا بس اروح منقص 2 باي عشان ارجعها في الرينج؟ طب ما هي بتطلع نيجاتيف باي بلس ثيتا برضه. هي يعني، فاهم؟ مش فارقه معايا، المهم ان انت لو طلب مننا البرنسبل فاليو اوف زد، يبقى لازم نحافظ على الثيتا في الحته دي. طلعتها اي قيمه وبعد كده رحت جمعت عليها 2 باي او طرحت منها 2 باي، صح. كتبتها مباشره زي ما احنا كاتبين دلوقتي، برضو صح. طيب اخر حاجه اللي هم القيمتين زد بتساوي اي وزد بتساوي ناقص اي. اي وناقص اي الاثنين دول ريكتانجلر فورم، عمرهم ما يبقوا بولر، لان البولر الاي دايما في الباور بتاعه الاي،
عمرها ما تبقى مكتوبة تحت كده. طيب نعمل ايه بقى مع الزد اللي بالشكل ده، او نطلع البولر فورم بتاعها ازاي؟ الحقيقة اسهل طريقة ان انا اطلع بيها البولر فورم ان انا ارسم فين النقطة اللي اسمها اي. اي دي معناها ان الاكس بزيرو والواي بواحد. فين النقطة اللي الاكس بتاعتها بزيرو والواي بواحد؟ اهي هي النقطة دي، زيرو واحد، يبقى هي دي الاي. طيب يبقى الار بتاعتها اللي هي المسافة دي بواحد، والثيتا بتاعتها اللي هي الزاوية دي بباي على الاثنين. يبقى على طول اقدر اقول ان ده واحد اي باور اي باي على الاثنين، مجرد من الرسمة كده من تخيلي للرسم. نفس الكلام نيجاتيف اي هتبقى الاكس برضو بزيرو لكن الواي بناقص واحد، فتلاقي هي النقطة اللي تحت دي نيجاتيف اي، فبرضو تلاقي ان المسافة واحد والزاوية 90، بس 90 في الربع الرابع، فيبقى في الحالة دي هتبقى واحد اي باور اي نيجاتيف باي على الاثنين. يبقى هدفي برضو من الكام فكرة اللي موجودة ان احنا انا ممكن اجيب احول من الريكتانجلر لبولر بسهولة بمجرد ان انا ارسم النقطة بتاعتي، اتخيل شكل النقطة بتاعتي هي مكانها فين في يعني انا لو عندي زد بتساوي واحد ناقص واحد اي مثلا او ناقص اي، يعني هتبقى فين النقطة دي؟ هقول الاكس بواحد والواي بناقص واحد، يبقى هي دي الزد بتاعتنا. طيب نقدر نجيب ده كده واحد وناقص واحد، نقدر نجيب الار والثيتا. سهل قوي، الار هي جذر اتنين والثيتا اللي هي الزاوية دي اللي هي ناقص باي على الاربعة. فيبقى اقدر بسرعة اقول ان البولر فورم هي الشكل ده، من غير بقى ما عاد عوض في القوانين اللي احنا كنا كتبناها في الاول دي، اللي هي العلاقة اللي بتربط ما بين الاكس والار والثيتا او الار والثيتا والاكس والواي. تمام، فدي بس ازاي برضو نحول من الريكتانجلر والبولر. وفهمنا ان الريكتانجلر دايما اسهل في الجمع والطرح، بس ممكن اضرب واقسم. البولر اسهل في الضرب والقسمه، بس مستحيل اجمع واطرح، فبالتالي يبقى اجباري ارجعها للريكتانجلر فورم لو انا عاوز اجمع واطرح. تمام كده. طيب هل في اي سؤال بخصوص شويه الدوشه اللي احنا قلناها دي؟ طيب كبس عشان الناس تبقى فاهمة، اللي أنا قلته ده عمره ما هيكون مسألة في الامتحان، هو هيكون خطوة في مسألة، سطر في وسط مسألة، ده لما يتشرح لكم الكومبلكس يعني. فأنا شرحته كده علشان دي باك جراوند مفروض تبقوا عارفينها. انتوا الحقيقة عارفينها لما اشتغلتوها في السيركتس السنة اللي فاتت، عارفينها لما أخدتوا كومبلكس نمبر قبل كده، وإن كان أنا مش عارف انتوا أخدتوا كومبلكس نمبر إمتى عندنا في الرياضة، متهيألي انتوا ما أخدتوهاش معانا في الرياضة خالص في الكلية. فبس هي introduction كده مهمة ليكو يعني تبقى عارفها. لما هنشتغل الكمبلكس والدكتور يبتدي يقول كمبلكس نمبر، بانت عارف يعني ايه polar rectangular، عارف ازاي تحول ما بينهم، وبالتالي اي حاجة بقى هو هيقولها متعلقة بالكلام ده يبقى انت كده ايه عندك الباكجراوند دي. طيب كده انا خلصت اللي انا عاوز اقوله النهاردة. هقول بس حاجة دلوقتي، الميد تيرم الدرجات بتاعته موجودة على الـ LMS في اكتيفيتي بقت اسمها ميد تيرم، بس ما تدخلش على الاكتيفيتي دي عشان تشوف درجتك مش هتبان، ادخل على الجريدز اللي في الـ LMS هتلاقي تشوف الميد تيرم، يعني تشوف درجة الميد تيرم، ما تدخلش على الاكتيفيتي نفسها، لان الاكتيفيتي نفسها دي حاجة خيالية، انا حطيت كأن في assignment وحطيت له الدرجات بتاعته. ماشي، انت ما سلمتش assignment بالفعل، فبالتالي ما فيش الدرجات مش هتظهر لك جوه الاكتيفيتي، هتظهر على الجريدز زي الكويز كده لما ظهر على الجريدز. تمام كده. الدرجات طبعا كلها من 20. هي الحقيقه درجاتكم كويسه، لان هو هي الامتحان كان سهل قوي والوقت بتاعه كان يعني اطول بكتير من عدد الاسئله. انا بس هقول كام نوت كده على الاجابات بتاعتكم، او مش الاجابات يعني على الحلول بتاعه الميد تيرم، وبعد كده اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تعالوا نبص كده، ده الميد تيرم. الموديل انسر برضو موجود عندكم على ال LMS، يعني انا لسه رافع الحاجات دي كلها النهارده الصبح، فانتوا عندكم الموديل انسر برضو موجود على ال LMS. تعالوا نبص كده على اول مسالتين اللي هي كانت اول صفحه. بص كده على المساله الثانيه نمبر بي، اللي هو الانتجريشن من 0 انفينيتي اكس باور كي على كي باور اكس دي اكس. طيب الحل اوريدي موجود قصادنا، ان انا الاكس باور كي دي طلعتها فوق بقت كي باور، سوري كي باور اكس طلعتها فوق بقت كي باور نيجاتيف اكس،
وشلتها دي كده exponential، شلته كله على بعضه وحطيت بداله e power negative t اللي هو ال substitution بتاعنا ده. ده هيوصلك للشكل اللي انت عاوزه للجاما. طيب انا بس عندي او النوت اللي انا عايز اقولها حاجتين. نمرة واحد ال k اللي هو الدكتور طالب state the condition on k اللي تخلي such that the integral converges. ان احنا الكي دي هل في اي شروط عليها ممكن تخلي عشان الانتجريشن ده يبقى ليه فاليو؟ الحقيقه هي في ثلاث شروط. لو بصينا على الشكل الحل اللي قصادنا ده اللي هو اخر اللي هو الحل بتاع الجاما بتاعتنا، اول حاجه هي طلعت جاما كي بلس 1. كي بلس 1 دي اللي هي بدل الاكس، واحنا واخدين شرط على الجاما ان الاكس اللي جواها لازم تكون اكبر من الزيرو، لازم تكون بوزيتيف، ما ينفعش تبقى زيرو ولا نيجاتيف. فبالتالي الكي زائد واحد مفروض تبقى اكبر من ناقص واحد، ده شرط. الشرط الثاني ان الكي موجوده جوه اللين. لما انت عملت السبستيوشن بتاع كي باور نيجاتيف اكس بتساوي اي باور نيجاتيف تي، كان بقى في عندك ايه، اخذت لين الطرفين فبقى عندك كي جوه اللين. طيب اللين عموما اي فاليو جواه لازم يكون اكبر من الزيرو، لازم يكون بوزيتيف، يبقى بقيت الكي كمان لازم تكون اكبر من الزيرو، مش اكبر من ناقص واحد فقط، لا اكبر من الزيرو بس، يعني كمان لازم تبقى اكبر من الزيرو. الحاجه الثالثه ودي اللي ناس في يعني حابه يعني ما اخدوش بالهم منها، ان اللين كي لازم تكون بوزيتيف. ليه بقى لازم تكون اللين نفسها بوزيتيف كمان، مش مجرد الكي تكون بوزيتيف، لا اللين نفسها تكون بوزيتيف؟ علشان الليميتس بتاعت الانتجريشن. احنا قايلين ان ال، خليني اكتبها حتى كده، احنا قايلين اخدنا كده ان e power negative t بتساوي k power negative x، فاخدنا لين الطرفين فبقت negative x لين k بتساوي negative t، او ممكن نقول يبقى t بتساوي x لين k. كنا احنا قلنا لما نيجي نعمل substitution اول حاجة بنتشك عليها الليميتس بتاعتنا، هي الx الليميتس بتاعتها 0 لانفينيتي، ده الاكس من 0 لانفينيتي. الليميتس الجديده بقى بتاعه التي هتبقى من كام لكام؟ لما الاكس ب 0 كده كده التي ب 0، لكن لما الاكس بانفينيتي علشان التي تبقى بانفينيتي برضو فتظبط على الشكل بتاع الجامع، عشان ده يحصل لازم اللين ده يكون موجب عشان يبقى انفينيتي في حاجه بوزيتيف فتفضل انفينيتي. لان لو لين كي ده بالسالب، وده فعليا بيحصل لما الكي ما بين الزيرو والواحد بيبقى اللين بتاعها بالسالب، الرقم اللين بتاع الارقام اللي ما بين الصفر والواحد بالسالب، فبالتالي ال يبقى لازم اللين لو بالسالب كان هيطلع هنا الليمت دي نيجاتيف انفينيتي، وبالتالي ما كانتش هتتظبط على الجام. فبالتالي لازم اللين كي تكون بوزيتيف، وبالتالي يبقى لازم الكي اللي جواها يكون اكبر من الواحد. طيب ليه ما ينفعش الكي تكون بتساوي واحد، يعني اكبر من او بتساوي واحد؟ لان اللان كي في المقام بقسم عليها لان واحد ده بصفر، هو انا ينفع اقسم على صفر؟ لا. فيبقى في الحاله دي ما كانش ينفع حتى الكي بواحد نفسها. طبعا كي اكبر من ناقص واحد، وبعد كده كي اكبر من زيرو، وبعد كده كي اكبر من الواحد، فالحاجه المشتركه فيهم الحاجه اللي اتحققهم كلهم ان الكي تكون اكبر من الواحد. اللي عمل اي واحده من دول، يعني اللي كتب اي شرط من دول وما وصلش للشرط الصح اللي في الاخر ده بياخد نص درجه، اللي هو اللي عمل الشرط كامل في الاخر اللي هو كي اكبر من الواحد بياخد الدرجه كامله. تمام، فده كده ايه اول نوت، لانها دي اللي انا حسيت ان في ناس كتير او يعني في كذا حد مش عارف يعني. طيب الناحيه الثانيه، المساله اللي هي الاولانيه اللي هي نمبر A، دكتور بكرم عاوز جاما ان بلس 3 على الاثنين. طيب دي بقى نوت انا الحقيقه مش فاهم ليه او مستغرب جدا ليه حصلت معانا الحكايه دي. المساله دي موجوده هي في الاساينمنت، بس هي ان بلس هاف. طيب في ناس ما عرفوش يحلوا اصلا، ما كانوش عارفين اصلا هي ايه التو ميثودز. عمل واحده من دول وبعد كده لقيته رايح يعمل تكامل. طب انت بتعمل تكامل ليه؟ او هو مش عارف الطريقه الثانيه. طب ازاي مش عارف الطريقه الثانيه وانت المفروض حللها في الاساينمنت او ناقلها في الاساينمنت؟ طيب انت اوريدي نقلتها ماشي علشان كان الوقت مزنوق، لكن ما ذكرتهاش ليه بقى؟ ان دي مساله بالظبط موجوده في الاساينمنت،
مجرد بدل ما هي كانت n بلس هاف بقت n بلس 3 على 2. طيب دي حاجة. الحل بتاعها موجود قصادكم والشرح بتاعه، وإن كان أنا بس شفت ناس كتير جدا الحقيقة حلين بالشكل ده. هو عارف في الأسايمنت يجيب جاما n بلس هاف، دي أوريدي أنتوا حلتوها، المفروض أثبتوها في الأسايمنت. فراح عمل إيه؟ قال يبقى جاما n بلس 3 على 2 من الريكورنس ريليشن هي n بلس هاف في جاما n بلس هاف. دي جاب إثباتها، عملوا زي ما عملوا في الأسايمنت بالظبط وطلع دي. فطبعا هي اتحسبت صح اللي عمل كده، ان هي كانت طالعه تقريبا روت باي في فاكتوريال 2n على 2 باور 2n ماينس 1 لا من غير ماينس 1 فاكتوريال n، وساب الشكل كده. طبعا انا حسبتها صح، اللي ساب الشكل كده فعليا اتحسب برضو صح، بس هو يعني كان ممكن الموضوع يعني انت لو ضربت دي في 2 تبقى 2n زائد 1 على 2 في روت باي 2n فاكتوريال على n فاكتوريال، ده في ده اللي هو 2n زائد 1 في فاكتوريال 2n هو هو فاكتوريال 2n زائد 1، وهنا روت باي وتحت 2 في 2 باور 2n تبقى 2 باور 2n بلس 1 فاكتوريال n. فكان ممكن توصل للشكل ده وده كان افضل، وان كان اللي سابها كده اخد الدرجه كامله، اللي سابها في الصوره دي يعني اخد الدرجه كامله. تمام. برضو في ناس جم عملوا الخطوه بالشكل ده اللي هي دي كده، السطر اللي هو اول سطر تحت ميثود 2 ده، ان هو قال جاما n بلس 3 على 2 وبدا يطرح وحايد يستخدم الريكورنس ريليشن لغايه لما طلعت ان تيرمز اوف جاما هاف اللي هي جاما هاف دي بروت باي، وراح سابها كده. الشكل ده ما ينفعش نقول عليه closed form، لان الشكل ده انا هقعد اعوض بالان هنا وهنا وهنا في كل الاقواس ومش عارف هقف امتى، والحاجات دي ما يعتبرش عليه فيها closed form. closed form معناها ان هو شكل تقدر تحسبه مباشرة على الكالكوليتور، مش محتاج تقعد تعمل حسابات لوحدك بره. فده معنى كلمة closed form اللي الدكتور كان طالبها في رأس السؤال، ان هي obtain a closed form for كذا. ماشي. طيب هل في حد عنده اي سؤال في المسألتين دول؟ طيب تمام. طيب الحاجة التالتة، المسألة دي كانت مسألة اصلا في واحدة برضو شبهها في الاسايمنت بس x power 4 y power 4، فهي المسألة برضو المفروض سهلة والارقام بتاعتها مش صعبة. هنا ما كانش ينفع حد يسيب الحل in terms of gamma. لو تفتكروا لما احنا اشتغلنا مع بعض الجاما في السكشن، قلنا الدكتور بيجي يقول يا اما يقول evaluate in terms of gamma، يبقى انا من حقي اسيب الحل في الصورة دي اللي هي بتاعة الجاما كذا في جاما كذا على جاما كذا، كان ممكن اسيبها هو بيقول لي evaluate in terms of gamma. لكن لما يجي يقول لي calculate او evaluate ويسكت، يبقى في الحالة دي انا لازم اطلع القيمة النهائية للاري، لازم اطلعها رقم مش حاجة بدلالة الجاما. طيب والمسألة بتاعت السير سوليوشن الحقيقة هي اتفضل. هو انا يعني وصلت قبل ما اجيب القيمة النهائية، يعني كتبت اللي هي 10 في 3 على 2 في نص كده، اللي كتب السطر اللي قبل الاخير ده وما حسبوش على الكالكوليتور اخذ الدرجة كاملة. المهم ان هو فكلي الجاما 6 دي خلاها فاكتوريال 5، وفكلي جاما 5 على 2 هي 3 على 2 في نص في روت باي، يعني فكهم كلهم كارقام وكان فاضل له بس يضربهم على الكالكوليتور. لكن اللي ساب جاما 6 دي جاما 6، لا ده كده هينقص، لان جاما 6 دي اللي هي بتساوي كام؟ دي مش حاجه تقدر تحسبها على الكالكوليتور، لازم تقول لي ان هي فاكتوريال 5 وبعد كده ايه. ماشي، خطوه الحساب على الكالكوليتور انا طنشتها ما نقصتش عليها. فاللي كتب اخر السطر اللي قبل الاخير ده وما كتبش اخر سطر اخذ الدرجه كام. تمام. شكرا يا باشمهندس. معلش بس عندي سؤال. هو انا ما كتبتهاش بدلاله البيتا، يعني كتبتها جاما على طول، يعني ما كتبتهاش بيتا 5 على 2 معايا. مش فارقه، يعني انا عارف ان في ناس لما بتيجي تنقل من الانتجريشن للبيتا تروح تفك البيتا مباشره، مش فارقه معايا، المهم ان انت طلعت الاجابه في الاخر صح، مش فارقه معايا. تمام شكرا. طيب طيب اخر مساله، المساله دي الحقيقه هي مساله سهله ومتهيالي عندكم واحده زيها في الاساينمنت برضو،
فهي اوردينري بوينت، الموضوع يعني بسيط قوي، والحل بقى كامل موجود قصادكم بالارقام، ويطلع الحل هنا. برضو الملاحظات اللي فيها اخطاء هي الناس بتنسى الاكس باور 2 كي اللي في الحل اللي في الاخر، بتنسى تحط الاكسات اللي في الحل. يعني هي جابت لي اي 2 كي وتيجي تكتب السبمشن وتنسى تحط ان الاي 2 كي دي كلها المفروض مضروبه في الاكس اللي هي في اخر سطر دي اكس باور 2 كي، او الاي 3 وتنسى تقول ان الاي 3 اللي هي طلعت المفروض تبقى مضروبه في اكس باور 3، بتنسى الاكس اللي موجوده جنبيها، احنا بنحط الاي ونضربها في اكس، لو هي اي 3 يبقى مضروبه في اكس باور 3، لو هي اي 5 يبقى مضروبه في اكس باور 5، لو هي اي 2 كي يبقى لازم تبقى مضروبه في اكس باور 2 كي، دي ما ينفعش ننساها. تمام، ده كده الحلول، ده الشكل بتاعنا. طيب اللي هي في الاي 2 كي كان في ترم كده 4 في 6 في 8 لغايه 2 كي زائد 2، اللي اخذ 2 عامل مشترك من كل واحده كومن فاكتور، فقال لي ان هي 2 باور ان فاكتوريال ان، صح، اللي سابها كده برضو صح، ماشي، ما عنديش مشكله مع يعني الشكل اللي انت حطيت فيه الاي 2 كي، اي شكل منهم اتحسب صح. تمام، يعني كده برضو الغلطه ان في ناس وهي بتحسب الاي 3 قالت ان الاي 3 بصفر، هو الاي 3 دي بتيجي امتى؟ لما نيجي نبص في الريكيرنس ريليشن عشان يظهر لي هنا اي 3 يبقى انا هعوض الان بواحد، فالاي 3 دي لما اعوض الان بواحد مش هتديني صفر، لما اعوض الان الثلاثه تديني صفر، بس ساعتها ده هيبقى الاي 5 هو اللي بصفر مش الاي 3، فبرضو دي غلطه مهمه. في ناس بقى وهي بتحلل وبتغلط، المهم يعني وصلت لايه، ان مثلا بدل ما هي تطلع الريكيرنس ريليشن ان زائد 4 في ان ناقص 3 عملتهم العكس، ان ناقص 4 في ان زائد 3، فهم اخذوا الدرجه لغايه هنا واعتبرت لهم ان الريكيرنس ريليشن صح، بس كل اللي بعد كده غلط، يعني ما نقصتوش على الريكيرنس ريليشن عشان الاشاره اللي بالمشقلب دي، بس طبعا كل حاجه بعد كده هتبقى غلط، لان ايه، هيطلع بقى كل القيم اللي بعد كده فيها مشاكل. فده ايه الشكل بتاعنا. برضو في حاجه، بس في ناس لما جم يعملوا كلاسيفيكيشن في الاول، لما ال P وال Q are defined راح قال لي X node is a regular point، هي ما اسمهاش regular اسمها ordinary، لأن regular اللي هي النوع الثاني اللي هي regular singular point، دي كده الكيس النوع الثاني اللي كنا بنحل باستخدام اللي بيظهر فيه ال S، فاللي كتب regular ده نقص الدرجة دي كاملة اللي هي الدرجة الأولانية دي، حتى لو هو حل بالطريقة دي، بس هي اسم ال X node ما اسمهاش regular اسمها ordinary، ده في الكيس اللي هي البي والكيو ديفايند، ماشي، فالناس بس تاخد بالها من التسميه بتاعتنا. اوكي، طيب في حد عنده اي سؤال في الميد تيرم كاسئله، يعني حاجه مش فاهمها؟ باشمهندس معلش، هو انا عملت اللي هو الاي 3 بتساوي 0، فكده نقصت قد ايه؟ نعم، انا عملت اللي هو ال A3 equal 0، يعني دي انا غلطت فيها، فدي يعني نقصتني قد ايه؟ على حسب انت كتبت في النهايه الحل ده، فهو ما كتبتش اللي هي ال A1، يعني يا نص يا درجه، على حسب بس ايه اللي حصل بعد كده، يعني اما نقصت الدرجه بتاعتها كامله بس واللي هنا ده ما نقصهاش، او نقصت النص هنا ونص، ايه غالبا درجه يعني، بس انا مش فاكر قوي ايه اللي حصل يعني، زي تقريبا درجة كاملة يعني. تمام، طيب في باشمهندسة مريم، انت بعتالي حاجة على الشات، بتقولي لي ما انا مش فاهم انت عاوزة ايه، هي موجودة مريم طاهر تقريبا، انت بتقولي انا مش فاهم، وانت بتقولي ينفع احط كي ناقص 3 بدل 2 كي ناقص 5؟ لا، بس انا مش فاهم الحقيقه فين السؤال، يعني ايه كي ناقص 3 جت منين كي دي؟ طيب ايا كان، يبقى هي كده مش موجوده معانا. في اي سؤال تاني بخصوص الميتر؟ اخر حاجه دلوقتي، انا عملت فورم، بدل بقى ما كل شويه نعمل فورم جديده، انا عملت فورم خاصه بكل المشاكل بتاعتكم، الفورم دي هتفضل مفتوحه لغايه اخر الترم،
فاي مشكله هتظهر املى الفورم دي، وانا هبقى كل شويه ادخل اي اشوف الابديتس اللي موجوده عليه. اللي عنده مشكله بخصوص الميد تيرم، سواء ما حضرتش الاول، الناس اللي ما حضرتش، حتى لو كنت بعت الاكسكيوز لدكتور مكرم او بعته على موقع الكليه ايا كان، معلش املى الفورم تاني علشان خاطر انا بس عاوز اعرف في كام واحد، واخد الاسماء كده على بعضها متجمعين، وبلغ بيهم دكتور مكرم ان احنا عندنا فلان وفلان وفلان ما حضروش وعاوزين ايه يعملوا التعويض بتاعهم لما اللي كان عيان او كده، لما تقوموا بالسلام، بس نبقى عارفين مين اللي ما حضرش، يبقى عارفين العدد يعني ملموم كده وعارفين اسمائهم. ده نمره واحد. فمعلش املوا الفورم حتى لو كنتوا بعتوا لي او بعتوا لدكتور مكرم قبل كده. طيب اللي حضر وعنده مشكله في الدرجه بتاعته، عاوز يعني ان انا اعيد اراجع ورقته تاني، برضه هيملى الفورم وانا هبص له على ورقته، بس تحت الشرط اللي احنا حاطينه ان انت لو مش هتزيد ففي احتمال ان انت تنقص. طبعا انا بقول في احتمال، لان هو بصوا من الاخر كده يا جماعه، احنا عندنا مشكله معاكم او مع زمايلكم قبل كده، لما بنقول اعاده تصحيح او اعاده رفض واللي عاوز يبعت اسمه، كل الناس بتبعت اسميها، كل الناس بمعنى كل الناس، يعني ممكن واحد يبقى جايب 19 من 20 وبرضه يبعت، ماشي، وممكن واحد ما يكونش حط يعني ما عملش خطوه صح في المساله وبرضه يبعت. هو بيقول ايه؟ يعني انا جايب 5 من 20، ما يعني ابعت يمكن تبقى 6 من 20 ولا حاجه يعني كده يعني. فهو طب بصيت يا ابني على الميد تيرم، على الحل المودل انسر؟ لا ما بصيتش. طب انت يعني في حاجه خطوه انت متاكد انت عملتها صح؟ يعني يمكن يطلع لي درجه، ما هو اصل اكيد ممكن يبقى في غلطه ويطلع لي درجه. فعليا انا في واحد وقف قصادي في المكتب يعني في وقت من الاوقات ومسك ورقته كده، وكان هو جايب 9 من 20، فقال لي يعني هقعد ابص كده يمكن اطلع لي بنص درجه كده، فتبقى 9 ونص اللي هي تبقى 10 فانجح. طب انت عارف ان انت، انا مش عارف بس هو انا يعني يمكن يطلع لي يعني. فعلشان النوع ده من الناس، عشان كده احنا بنحط الشرط ده. فرجاء راجع الاول المودل انسر وحاول تفتكر انت كنت عامل ايه على قد ما تقدر. لو ليك حتى نص درجة زيادة هتاخدها بدون نقاش. لو مالكش وحسيت بقى ان الموضوع يعني خرج الناس كلها بتبعت يمكن يطلع لي يعني بونس ولا اي حاجة، يبقى ساعتها ممكن ابتدي انقص. فحاولوا بس الناس اللي واثق ان هو ليه درجة هو اللي يبعت بس. نفس الكلام بالنسبة للكويز، في حد كان بعت لي من يومين على ان هو عاوز يراجع ورقة الكويز، فبرضه نفس الحكاية. وطبعا نزولنا الكلية حاليا، انا بالنسبة لي انا ممكن هقعد اسبوعين وعبال منزل الكلية، وكده كده الورق معايا في البيت، فالاسهل بالنسبة لي ان انا اللي راجع الحاجة. يعني انت تبعت لي انت عاوز الورقة بتاعتك تتراجع، فانا هرجعها لك يعني ابص لك عليها تاني، هرجعها بجد، مش هضحك عليك واقول لك رجعتها ومالكش درجات، هرجعها والله بجد. فعشان كده بس املوا برضو الفورم وانا هراجع، ولو في حاجه هتتعدل هتلاقيني عدلتها لك على ال ام اس، هتلاقي درجه على طول اتعدلت لو في تعديل. التعديل ده هيحصل امتى بالنسبه للكويز والميد تيرم؟ انا هفضل لغايه يوم الجمعه كده، وممكن على يوم السبت او الحد اللي جايين اقعد اراجع الورق كله مره واحده. بالنسبه لاي مشاكل تانية بقى، سواء بقى حاجه في اساينمنت، اي مشاكل اخرى، دي كده كده هتفضل مفتوحه لغايه اخر الترم، لكن الميد ترم والكويز لغايه يوم الجمعه. بعد كده مش هقبل عذر، بالنسبه مش هقبل ان واحد يجي يقول لي طب معلش انا نسيت اقدم ساعتها، ممكن ترجع لي الورقه دلوقتي؟ لا ده مش هيحصل يعني اخرنا الجمعه بالنسبه للميد ترم وللكويز. طيب اساينمنت 2 بتاعكم لسه ما اتصححش، هو في مشكله عندنا في ال ام اس ان الاساينمنتس مش بتفتح، بضطر ان انا لازم اعمل لها داونلود كلهم عشان اعرف افتحهم عندي. يعني لو المشكله ما اتحلتش بنهايه الاسبوع، هو ده الطريقه اللي هنلجا لها، فمعلش انا متاخر شويه في تصحيح الاساينمنت. نوت كده انا لاحظته الحقيقه في الكويز ولاحظته في الميد تيرم، ان المساله موجوده في الاساينمنت وانت حللها او نقلتها ايا كان ومش عارف تحلها تاني بايديك. المساله اللي انا قلت لكم عليها هنا في الاول اللي هي بتاعت ان بلس 3 على 2 دي موجود واحده شبهها بالظبط في الاساينمنت، والمسألة اللي جت في الميت في الكويز اللي انتوا برضو كلكم ما عرفتوه، او يعني عدد كبير ما كان قاعد يعك بقى ما عرفش يحلها، اللي هو انتجريشن من زيرو الباي على الاثنين، كان عندكم في الاساين في ال في ال في الاساينمنت مكتوبة بالصورة دي.
باور حاجه في كوزاين ثيتا دي ثيتا، انا جبتها لكم في الميد تيرم في الكويز كده. اللي هو ساين باور ناقص 3 دي اللي هي 1 على ساين باور 3 اللي هي كوساك باور 3. فلما جت في الكويز كده في ناس كتير ما عرفوش يحلوها وبدا يظهر تخاريف. ده موديل، والموديل الثاني بدل ما هي كوساك جبتها له سك. مش عارف واحدة كانت باور 1 على 5 والتانية كانت باور 1 على 6 حاجة زي كده. هي نفس الفكرة بالظبط، المسألة دي موجودة في الاسايمنت، مسألة فعليا في الاسايمنت اللي انتوا كنتوا حلتوه سلمتوه في الوقت ده. فكل ان انا اجيب لك نفس المسألة تاني في الكويز ومتعرفش تحلها. اللي انا لاحظته برضو ان المسألة دي لما كانت في الاسايمنت في ناس كتير قوي ما حلوهاش، يعني سابوها فاضية، ومن انا ما نقصتش، لان انا لو في مساله ما اتحلتش في الاساينمنت انا بطنش مش فارقه. بس لما الاقي نص الدفعه ما حلوهاش فجبتها لك في الكويز فانت برضو ما عرفتش تحلها، يعني طب يعني انت وانت بتذاكر وبتحل الاساينمنت ولقيت مساله مش عارف تحلها فسبتها علشان اسلم الاساينمنت في الوقت، ايه بقى اللي يمنع ان انت خلاص ليله بقى ليله الكويز ليله الميد تيرم تذاكرها بقى علشان خاطر، مش عشان خاطر الاساينمنت، عشان خاطر لو جت في الامتحان. ماشي. المهم يعني بس دي النوت اللي انا اللي هي غريبه شويه، ان يعني يبقى مساله موجوده عندنا في الاساينمنت وغالبا المساله دي كمان دكتور مكرم حل حاجه شبهها في المحاضره ويبقى احنا مش عارفين نحلها. امال لو جت فكره جديده اول مره نشوفها هنعمل ايه؟ فحاولوا بس تهتموا شويه. هو عموما مستواكم كويس معقول، بس يعني فكره ان الحته بس الغريبه ان يبقى المساله موجوده في الاساينمنت وانا مش عارف احلها وبفكر فيها كانها حاجه جديده، دي يعني محتاجين تعالجوا النقطة دي. طيب في أي سؤال أي نوت أي حاجة حد؟ سؤال. فضل. هو الفاكتوريال يعتبر closed form ولا لا؟ الفاكتوريال closed form. closed form معناها ان انا اقدر احسبها على الكالكيتور من غير ما اعمل اي معادلات تانية. طيب هو مش الجاما ممكن احطها على انها n plus half factorial؟ لا طبعا مفيش فاكتوريال لرقم not integer. في حاجة اسمها فاكتوريال 3 على 2. تمام. في حاجة اسمها كده؟ لا. طيب الجاما بتتحول فاكتوريال لو اللي جواها انتجر، لو اللي جواها نوت انتجر ما ينفعش نتحولها فاكتوريال، فدي ده مش صح. ماشي. طيب طب باشمهندس بالنسبه لحضرتك، انا كنت مليت الفورم الصبح بس دلوقتي عرفت انا خلاص غلطت في ايه يعني، وبعت لحضرتك على التيمز خلاص كده محتاج اراجع الورقه. طيب ماشي مفيش مشاكل. تمام باشمهندس، وبالنسبه للبيسل فانكشن الدكتور دخل فيها في جزء معين، هناخد لها سيكشن انا هو دكتور مكرم الجزء اللي هو شرحه لغايه دلوقتي مش محتاج سيكشن. انا قلت كده في بدايه السكشن النهارده، قلت لكم هو الدكتور مكرم لسه فاضل له محاضره. انا الحقيقه ما اعرفش هل هيشرح المحاضره دي يوم الخميس اللي جاي ولا هيستنى لغايه لما دكتور محمود يخلص الاجزاء بتاعته ويشرحها في الاخر. دي لسه انا هم لسه ما بلغونيش يعني تواصلت معاهم امبارح ما قالوليش ايه اللي هيحصل. فهو لما دكتور مكرم يعني اللي هو شرحه في المحاضره على بسل ده ما عليهوش مسائل، ده هو اثبت لكم او يعني عمل الحل المساله بتاعت بسل كانها زي ما حل السير سوليوشن في الشابتر اللي قبلها، فده اصلا مش مساله جديده. يعني المساله الجديده لما يبتدي يشتغل بقى بسل فانكشن حقيقي، فلما يشتغلها هنشرح بقى سكشن عليها ان شاء الله. شكرا باشمهندس. طيب برضو المساله نمبر بي، في ناس جم حلوها بان هم فرضوا ان الكي بتساوي اي، وساعتها المساله تبقى جاما على طول من غير تعويض من غير حسابات، هي تطلع جاما اي بلس 1. هو كلامه صح الحقيقه، فهو اخد درجه من الاربعه لان هو حل الانتجريشن لفاليو معين للكي اللي هو كي بي اي، في حين ان هي الانتجريشن كان ممكن يتحلل كل الكيهات اللي اكبر من الواحد، فيعني انت حلتهم عند فاليو واحد فانت اخدت درجه واحده اكتر بقى بقيت بقى الفاليوز اللي هي 1.5 و2.5 و3 و4 و5 و7 و10 ومش عارف و20.3 وكل الحاجات دي انت طنشتهم، فبالتالي عشان كده نقصت كل درجات المسألة تقريبا، خدت واحد من الاربعة. طيب ها في اي نوت تاني اي سؤال تاني؟
هو بس عشان المسألة الأولانية حضرتك وأنت حضرتك بتحلها كان في فاكتوريال n بلس هاف وحضرتك خليته 2 n بلس 1 كان إزاي؟ ضربت في 2 قصدك لما حليتها هنا يعني على التابلت ثانية؟ ده n بلس هاف ده مش فاكتوريال دي قوس عادي فهو كان هنا في فاكتوريال. هي لو فاكتوريال ممكن ليها حل؟ فين الفاكتوريال ده؟ هي لو فاكتوريال اقدر اعملها حاجه فاكتوريال ايه n بلس هاف فاكتوريال. مفيش حاجه اسمها كده لسه زميلك سائل نفس السؤال مفيش حاجه اسمها فاكتوريال لرقم مش انتجر. امسك الكالكوليتر بتاعك دلوقتي واقول له فاكتوريال 5 على 2 هيطلع لك ماثيماتيكال ايرور. طيب في اي سؤال تاني؟ باشمهندس هو الكويس كمان لو ماليش درجه واتطلقت يعني حضرتك صححه لي تاني بنقص؟ لا مش هنقصكم. هو اصل هو الكويس مش مستاهل يعني اللي متصور ان هو في الكويس هو جايب 1 من 5 مثلا فهتبقى 2 من 5 يعني انا مش شايف ان هو مستاهل الحقيقه اللي انتوا هتعملوه بس يعني ما عنديش مشكله برضه يعني بس ماشي اوكي. طيب نوت برضو اخير هو انا لغايه دلوقتي الحقيقه برضو لسه مع الدكاتره هشوف هل هيطلبوا ان احنا نعمل كويز مره تانية ولا لا. لو هنعمل كويز مره تانية فهنضطر برضو ننزل الكليه بشكل شبه اللي احنا عملناه في المره الاولانيه كده وان كان لغايه دلوقتي محدش قال حاجه فانا بس هنتظر كده نشوف مين الدكتور اللي هيشتغل يوم الخميس والدنيا هتمشي ازاي الاسبوعين دول وبعد كده نشوف هل هنضطر ننزل الكليه في يوم عشان نعمل الكويز ده ولا لا. اوكي فده بس الحاجه اللي بالنسبه لنا ايا كان الناس اللي ما حضروش الميد تيرم او اللي هم انا متهيألي ان المفروض كل الناس دلوقتي حضرت الكويز الاولاني لان انا عملت تعويض ليه. ما حضروش الميد تيرم لا يعني ما تنتظروش ان الميد تيرم هيكون وزن يعني الاسبوع اللي جاي مثلا لا هو هيستنى كده فتره يعني مثلا اسبوعين او حاجه قبل ما نقرر او قبل ما دكتور مكرم يقول ان ايه الميد تيرم هيبقى في اليوم الفلاني. فذاكروا لو انتم كنتوا لسه ما ذاكرتوش خلوا يعني ذاكروا شويه دلوقتي لو انتم فاضيين بحيث ان يبقى لما يجي وقت التحديد ده اكيد هيتحدد مثلا من قبليها باسبوع فتكون انت ما تبقاش مزنوق بقى ساعتها لان هو هيبقى مثلا اخر اسبوع في الترم او الاسبوع اللي قبل الاخير فهيبقى عندك تسليمات كتير وحاجات كده يعني. معرفش الحقيقه هل هيبقى الاوبشن زي الترم الاولاني مسموح ان احنا ان هو يعمل الميد ترم بعد الفاينل مباشره ولا لا. انا مش متاكد حاجه زي كده مسموح بيها ولا لا اصلا دلوقتي فمعرفش يعني في الاخر الميعاد هيكون امتى بس هو اكيد مش في خلال الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي يعني اكيد الاسبوعين دول مش في خلالهم الميد ترم لو للناس اللي ما حضرتش. طيب في اي مشكله اخرى؟ اوكي طيب خلاص كده يبقى احنا خلصنا النهارده و